بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بوكلت المعاصر. البوكلت ده يا شباب لسه نازل الأسبوع ده، هو فيه 26 امتحان. طبعا 26 امتحان مش كتير ومش قليل، ممكن أحل في البوكلت ده كل يوم امتحان أو اتنين على حسب الناس ما هتسمع. طبعا أنا عارف إن أنا مش شايل الفيديو على اليوتيوب، يعني فيديو مفتوح. طيب، والنية إن شاء الله إن أحل البوكلت ده كامل على قناة اليوتيوب مش في المحتوى الخاص، برغم إن في ناس كتير عايزة تحل محتوى خاص معايا، بس أنا مش هحل محتوى خاص، هخليها كده إيه يعني حاجة مفتوحة هدية مني ليكم، لأن السنة دي مقصر معاكم على قناة اليوتيوب، ولكن بشرط إن أنا لقيت أصلا ناس بتسمع. لكن أنا ما ينفعش أعمل فيديو أفضل أنبح في نفسي بالساعة إلا ربع، والآخر ما لقيش حد بيسمع، والآخر الناس زعلانة عشان ما بنزلش على اليوتيوب برضه. فأنا مش عارف يعني، ما تحطنيش في موقف ملوش أي ستيل لازمة كده. هحل الامتحانات على اليوتيوب أوبن، مفتوحة للكل. ولكن لو سمحت حضرتك بعد ما تسمع الفيديو اعمل لايك، اشترك في القناة، اترك كومنت عشان الفيديو يبقى منتشر اكتر. يعني ده المطلوب من حضرتك، عرف زمايلك بس على الامتحان، ابعت اللينك لاكتر من حد من زمايلك، اعمله ستوري على الواتساب. بص، السبورت ده فكر انت فيه كده كما تشاء. طيب، ده بالنسبة للامتحانات. انا زي ما قلت هنزل كل يوم واحد او اتنين من الامتحانات دي. لو لقيت الامتحانات بتتسمع بشكل مكثف انا ممكن احل ثلاثة في يوم واحد، ما عنديش مشكلة يعني. طيب، الفيديوهات طبعا مفتوحه، ما يعني مش قافل التحميل، فانت ممكن تحمل الفيديو وتسمعه براحتك وقت ما تشاء. هعمل كل اللي انت ما تحلمش بيه في الامتحان، مش اللي انت بتحلم بيه بس، هحلل لك واطلع لك كل الملاحظات، ان بحيث انك تسمع الفيديو تطلع بكل دقات الامتحان بلا استثناء. ويعني اكاد ازعم انك لن تجد حد هيحلل الاسئله بالمنظر ده في اي قناه تانية. فتعالوا نبدا. بسم الله، ده اول امتحان من الست امتحانات التراكميه اللي على المنهج. الامتحان ده في صفحة 4 لو انت عايز توصله في الكتاب. اول سؤال بيقول لي تسنيم has decided to follow. ابدأ كده وانت بسم الله كده، ركز ان decide بعدها to المصدر. حلو، to follow not diet because she has put on weight. put on weight يعني يزداد في الوزن، وعند put on weight دي هنقف وقفة عشان انت عارف ان الامتحان الانجليزي مفتوح بحري زي ما انا بقول دايما. عايز تعرف ان كلمة put on weight يعني يزداد في الوزن بتساوي بالظبط gain ويت. الاثنين دول معناهم يزداد في الوزن، ده يزداد وزنه يصبح تخين يعني. عكسها حضرتك لوز ويت. لوز ويت يعني يخسر وزن، يعني يخس. الراجل اللي بيزيد في الوزن ده فاحنا بنحاول نعمل له دايت. دايت يعني ريجيم. الريجيم ده المفروض يكون ايه بقى سيدي؟ وصف الريجيم ده يكون بالانسد، يعني ريجيم متوازن. في جملتنا اللطيفه دي الراجل بيقول لك ان تسنيم هاز ديسايدد، تسنيم قررت تو فولو انها تتبع رجيم ايه، لان هي بدات تزيد في الوزن. ستريسفول دي معناها ضاغط او موتر، وبان احنا بنحل في امتحان فمراجعه نهائيه يعني بالصلاه على النبي، فعايزك تقف معايا كده وقفه شويه بسيطه. عايز تعرف ان كلمه ستريس ده اللي هو التوتر ذات نفسه، ولما تقول ستريس الاخرائي دي معناها متوتر. طب ستريس فول دي معناها موتر او مسبب للتوتر. على سبيل المثال this man is not I don't like to deal with him الراجل ده ايه انا بحبش اتعامل معاه، اكيد الراجل ده stressful. يعني ايه stressful؟ الراجل كده موتر كده، لما بتعامل معاه بتوتر زي ما هو كده. طب الحاجة التانية you may ربما feel، ربما تشعر ايه if you have an exam، اذا كان انت عندك امتحان فربما تشعر ان انت متوتر، يبقى stressed معناها متوتر. طيب حاجة تالتة not may kill you، may kill you ربما يقتلك، هو مين اللي ممكن يموتك؟ التوتر اللي هو اسمه stress. طيب فركز كده في الكلمات مع بعضها كده، وتعالى نشوف الجملة اجابتها ايه بالظبط. اول حاجة قلنا stressful معناها مسبب للتوتر بقى وفقا للي احنا قلناه، مسبب للتوتر. interested معناها مهتم، ممكن نجيب بعدها in وممكن نجيب بعدها to، بس to عايزه بعدها المصدر in ing على طول. طيب excited يعني مثار او متحمس، balanced يعني متوازن، ودي اجابتنا والجمله على بعضها ان التسنيم عايزه تعمل الرجيم متوازن عشان يزيد في الوزن. means dark يعني معناها ان هو مظلم، especially in a way that makes you feel sad، تجعلك تشعر بالحزن. خد بالك عمك الحاج بيقول لك make مفعول مصدر، وكان ممكن نقول make مفعول صفة، يعني ممكن أقولك that makes you feel sad أو that makes you sad على طول، شكرا يعني. dusty دي معناها مترب، يعني عليه غبار وعليه تراب. gloomy يعني كئيب. snowy يعني فيه ثلج، يعني فيه ثلج، فيه جليد يعني. طيب icy يعني مثلج.
طيب انت بقى بتقول لي ان المكان ده مظلم وبطريقه تجعلك تشعر بالحزن يبقى جلومي، وعايزك تعرف ان جلومي دي ممكن نوصف بها شخص او مكان او اي قصه وهكذا يعني. طيب بعد كده ذا كلاينتس اللي هم الزبائن او العملاء were very angry، كانوا زعلانين، ممكن نقول grumpy او ill tempered او bad tempered because they thought، لانهم اعتقدوا that the company، ان الشركه misled them، misled يعني ضللتهم، وانت عارف ان misled زي misguided، mislead و misguide يعني يضلل. The word misled can be replaced by، ممكن نحط مكانها ايه بقى؟ قبل ما احل الجمله دي عايزك تقف معايا كده شويه في حته كده، عايز اقول لك على ملحوظتين. كلمه mis ليد يعني يضلل، حلو، ممكن نحط مكانها مس جايد اللي برضه معناها يضلل، ممكن نحط مكانها كلمة تالتة اللي معناها دي سيف، يعني كل ده كده معناها يخدع. خد معاك كمان تيك ان، تيك ان دي اللي معناها يمتص، تيك ان دي برضه اللي معناها يفهم، تيك ان برضه معناها بنفس في نفس الوقت معناها يخدع. طيب يبقى انا عايز تعرف ان مس ليد، مس جايد، وديسيف الكل بنفس المعنى. فالراجل في الجملة بيقول لك ان الزملاء الزبائن كانوا زعلانين لان اعتقدوا ان الشركة ضللتهم. كلمة مسليد اللي معناها يضلل، ممكن نحط مكانها ديسيفد اللي معناها خدعة او ضللة. طبعا ريسيف التلقى، بوستد دي معناها التفاخرة او تباهى، لكن بوست اللي هي باتنين او دي اللي معناها عزز من، بتساوي كلمة انهانس يعني يعزز من. طيب عايزك تعرف ان بوست يتفاخر، اوعى تنسى الكلام ده عشان انت بتراجع، فركز فيه، وانا عارف ان هو كلام كتير كده كل شويه نطلع، بس احنا بنراجع. اسمع لك في امتحان في اليوم هتبقى انت برنس في اخر السنه ان شاء الله. بص، كلمه بوست يتفاخر دي ممكن نقول مكانها تيك برايد ان، ممكن نقول بعدها مكانها بي براود، بس بي براود عايز اوف. ركز في الكلمتين دول، اولا انك ان بوست يتفاخر ده فيرب، طب تيك برايد ان ده برضه على بعضه فيرب، بي براود اوف يكون فخورا بي اصبحت على بعضها فيرب، لكن كلمه برايد لوحدها نون، كلمه براود لوحدها ادجكتيف، وخد بالك من اوف هنا. طيب بعد كده رقم اربعه، بيج رامي ووز نوت هيز سكند برايز ان ماستر اولمبيا 2022 ريسبكتيفلي، باحترام من بشكل محترم. قبل ما احل الجمله دي تعال نكتب شويه حاجات كلها بتساوي بعضها. اول حاجه يا فندم عايزك تعرفها رقم واحد، ان win a prize بتساوي be awarded a prize، a prize بتساوي be an awardee، awardee of a prize كل ده معناه يعني يتسلم الجائزه يفوز بالجائزه، بتساوي برضو take the prize، بتساوي receive a prize، كل ده كده. يعني انت ممكن تقول مثلا رامي won the prize، was awarded the prize، was an awardee of the prize، took the prize او received the prize. ممكن بقول بقى the prize went to رامي، الجائزة ذهبت الى رامي، the prize was awarded to رامي، الجائزة منحت الى رامي، a was given to عم رامي. يبقى انا عايزك تفهم كده الكلام ده، ان كل ده كده معناه يفوز بالجائزة، لكن دي كده الجائزة اعطيت او منحت الى. طيب ما تيجي نشوف الراجل هنا بيقول لك ايه بقى، بيقول لك رامي ووز نوت ذا سكند برايز، يعني رامي منح، يبقى ووز اوردد اللي هي رقم دي. طبعا انت عارفين ان الجائزة رسمية فمش هينفع ناخد ريوردد، فوربيد يعني يمنع، وسيبرت يعني يفصل. طيب الجملة اللي بعد كده بيقول لك a competition in which players compete، المنافسة اللي فيها اللاعبين compete يتنافس against each other ضد بعضهم البعض في سلسلة من الماتشات لحد ما واحد منهم يفوز، بتسمى ايه دي؟ بتسمى التورنمنت اللي هو الدوري. establishment اللي يعنيها بناء، طبعا كلمة establish مش هطلع تاني على السبورة، يعني establish يعني يؤسس او يبني، ممكن نحط مكانها build، ممكن نحط مكانها erect اللي معناهم يبني كل ده كله، وممكن نحط كمان معاهم setup اللي كلهم معناهم يبني. celebration احتفال، ودي نون، ومن celebration في كلمة كده انت عارفها اكيد اسمها celebrated، celebrated دي بتساوي كلمة famous اللي معناهم هما الاتنين مشهور، اللي بتساوي كمان well known، well known يعني مشهور، كل ده كده معناها مشهور. لكن celebrity دي معناها شخص مشهور، حضرتك ركز ان دول كلهم كده adjective، لكن celebrity دي نون.
طيب على سبيل المثال خلينا نقول مو صلاح، محمد صلاح is a celebrity. محمد صلاح ده لاعب مشهور، يعني شخص مشهور. او is celebrated. وممكن نقول كمان يعني مثلا is a celebrated player. وعايزك تركز في حتة كده في الجملة دي، انا تعمدت ان اعملها. انت خدت a قبل celebrity لان هي نون، وما خدتهاش هنا لان دي adjective والصفة ما نجيبش قبلها a الا لو كان معاك صفة وبعدين اسم فتاخد الا. طب لو انا شلت الاسم اشيل الا. حلو. طيب ارجع بقى لجملتنا كده، قلنا celebration قلناها. طيب كلمة exaggeration دي معناها مبالغة، انك تزود في الموضوع يعني. ويقول admire her، admire يعني يعجب بيه، ومنها admirer المعجب، كلنا معجبين بيها. she is really a cheerful person، هي شخص مبتهج. عكس كلمة cheerful، الشخص المبتهج اللي بيضحك دايما الفرحان، عكسه optimistic متفائل. لا طبعا depressed اللي هو معناها مكتئب، ولنا واقفة معاها. hopeful يعني آمل، و fascinating معناها رائع أو عظيم. هنا بقى عندك كلمة depressed، لو انت كنت بتحل معانا في امتحانات A1 كان في كلمة اسمها depression، وقلت لك يومها ان كلمة depression دي معناها كساد، وكلمة depression برضو معناها اكتئاب. حلو. فلما يجي لك في الترجمة يقول لك مثلا economic depression، دي معناها ايه؟ مش معناها الاكتئاب الاقتصادي، دي معناها الكساد الاقتصادي، يعني في بوظان، اللي احنا كنا بنسميها زمان كده الازمه الاقتصاديه العالميه يعني. طيب واحنا خد بالك احنا قلنا هنا ايكونوميك ما قلناش ايكونوميكال. ليه؟ ايكونوميك معناها له مشكله، علاقه بمشكله البلد او اقتصاد البلد. لكن لو انت قلت لي ايكو نوميكال كار مثلا، دي معناها سياره اقتصاديه. كلمه ايكونوميكال معناها اقتصادي بمعنى موفر. فلما اقول لك ايكونوميكال كار سياره موفره، اللي هي معناها اقتصادية يعني. economical goods معناها بضائع موفرة، وهكذا. طيب ارجع بقى للجملة اللي احنا كنا شغالين فيها. في رقم 7 بقولك do you know that Dickens didn't use to depend on. هل تعرف ان ديكنز لم يعتاد ان يعتمد على not characters on his novel، على شخصيات ايه في رواياته؟ هو اعتمد على ناس حقيقيين. he lived with، كان عايش معاهم. تعالى بقى نطلع بره شوية كده، هنشرح شوية حاجات مهمة جدا بما ان احنا بنراجع. في كلمة اسمها imagine that، وجملة طويلة مثلا imagine that you lost your pen. how would you write، تخيل انك فقدت قلمك، كيف ستكتب؟ لاحظ انك اخر الجملة عملت لك إعادة استفهام. اصلا imagine دي هنا بتساوي if. ممكن نحط مكان imagine في السياق ده كده كلمة suppose اللي معناها يفترض. تمام. الحاجة التانية بقى، في كلمة اسمها imaginary، وفي كلمة اسمها imaginative. imaginary و imaginative. imaginative دي او زيها كلمة creative. حلو. وزيها برضو كلمة innovative، معناها خيالي بس بمعنى مبدع. طيب التانية imaginary دي معناها not real، ليس حقيقيا، معناها كده fictional. fictional اللي برضو معناها ليس حقيقيا. طيب مستر انا متلخبط في الاثنين، مش انت بتقول دي خيالي ودي خيالي؟ تمام. ايه الفرق بينهم؟ خد بالك بقى كده، الكلمة imaginary اللي هي not real و fictional معناها خيالي يعني غير حقيقي، لكن كلمة imaginative creative innovative خيالي بمعنى مبدع. طب المثال اللي هنا حتة ديت اقول لك this story is not real، القصة دي مش حقيقية، ده معناها ان هي imaginary، معناها ان هي خيالية بمعنى مش حقيقية، احداثها ما حصلتش. لكن ابو تريكة صلاح الناس دي كده، نقول صلاح مثلا صلاح is an imaginative player، يعني لعيب خيالي بمعنى لعيب مبدع. طيب تعالى بقى نروح للسؤال بتاعنا كده، نشوف عم الحاج بيقول لك ايه. بيقول لك ان هل تعتقد ان ديكنز لم يعتمد على شخصيات ايه في رواياته؟ هو كان بيعتمد على ناس حقيقيين، يبقى ما كانش بيعتمد على ناس خياليين، يبقى imaginary، وكان ممكن نحط مكانها زي ما قلنا not real، وكان ممكن نحط مكانها fictional. طيب factual حقيقي. تمام. delightful معناها مبهر او مبهج يعني. hopeful معناها امل. global warming is an international a that affects all aspects of life. الاحتباس الحراري، واعتقد انك لازم تقرا عنه عشان ممكن يجي قطعه امتحان اخر السنه عنه، او لازم هيجيبها يا جدعان في الامتحان، لان احنا على 2030 من المتوقع ان يكون في بلاوي سوداء.
المهم ريفيو ده اللي هو المقال النقدي، لما حد يعمل فيلم او مسرحيه فحد يكتب عنه في الفيلم في الجرايد ريفيو. ديفايس يعني جهاز، بتساوي كلمه ست اللي معناها برضو جهاز. بس خد بالك ان في ديفايس اللي هي كده دي فايس اللي بالسي، دي بتساوي كلمه ست اللي هما الاثنين معناهم جهاز اكويبمنت وكده. لكن في كلمه اسمها ديفايس اللي بالاس دي معناها يبتكر، يبتكر او يخترع يعني. طيب هنا بقى الراجل بيقول لك ايه، ديفايس جهاز، ايشيو، ايشيو دي بقى لها موضوع كبير. ايشيو دي معناها اصدار او عدد في مجله او جريده، ايشيو معناها قضيه، تمام، ايشيو كمان معناها نتيجه، كلمه ايشيو كل الكلام دي معناها، ديجري معناها درجه علميه ومعناها درجه حراره ومعناها مدى. يعني ايه معناها مدى؟ الاول درجه علميه، واحد خد البي اتش دي، البي اتش دي سوري البي اتش دي الدكتوراه، فنقول عليها ديجري. بنقول لك النهارده درجه الحراره 73، فدي اسمها ايه برضو؟ اسمها ديجري. اوعى تنسى الفرق بين ديجري وبين تمبريتشر. لو انت بتسمعني من زمان فانت اكيد عارف الكلام ده، فحاول تقدم الفيديو شويه عشان ما تسمعش كلام انت عايز انت عارفه فتزهق. لكن لو انت عايز تفتكر خليك صبور معانا. كلمه ديجري دي معناها درجه حراره، حلو. طب كلمه تم بي ريتشر درجه حراره برضو، درجه حراره. امال الفرق بينهم ازاي؟ مع كلمه ديجري بيكون فيها عدد، فدي اسمها درجه حراره عدديه، لكن دي ما انا مسميها تقديريه. ما هي تقديريه؟ يعني بتيجي كده بدون رقم، فاقول لك ذا نوت از هاي هير، تمام. ايه اللي عالي هنا يا ترى؟ الديجري اللي درجه الحراره، ولا تم بريتشر اللي هي درجه الحراره؟ الراجل قال لك هنا رقم، لا ما قالكش رقم، يبقى تمبريتشر. طب لو قال لك مثلا ذا نوت is 36 today، هو قصده على مين كده؟ قصده على ديجري عشان هو رقمها ذكر رقم معاها. طيب ارجع بقى كده. وبالمناسبه برضو في كلمه اسمها تمبريت، تم بي ريت دي معناها معتدل. التمبريت كلايمت اللي هو الطقس، تمبريت كلايمت اللي هو الطقس المعتدل. ارجع هنا في جملتنا هنا بقول لك الاول احنا قلنا جلوبال وورمنج الاحتباس الحراري هو انترناشونال ايشيو، يعني قضيه عالميه، قضية عالمية بقى ايشيو. My father will be 55 tomorrow، أبويا هيكون عنده 55 سنة بكرة. إحنا هنحتفل بعيد ميلاده في فندق في اسكندرية. طيب بما إنك هتحتفل عايزة تاخدها كده، الترتيبات دايماً مضارع مستمر، حلو؟ فأنت هتقول لي are celebrating وأنت مغمض عينك. طب إيه اللي خلى دي ترتيبات يا مستر؟ ما هو الحفلات ترتيبات، والزيارات والاجتماعات والمؤتمرات، القصص كلها كده دايماً، والسفر والرحلات ترتيبات كلها. When my father came back home، لما بابايا رجع البيت، he was very tired، كان تعبان. Because he not last night at work، لأنه إيه؟ بالأمس في العمل. بص، هو أنا قدامي يا مستر حدثين اتنين، حلو؟ الأول، الحدث الأولاني إن أبويا رجع، أول واحد كده إن أبويا عاد إلى المنزل، حلو؟ وبعدين هو اشتغل. هو إيه اللي حصل الأول؟ هو رجع الأول اشتغل الأول ده؟ هو اشتغل الأول وبعدين رجع للبيت، فالشغل ده حدث أولاني. وانا عارف لما يكون عندي حدثين، الحدث الاولاني بستخدم ماضي تام او ماضي بسيط، حلو. طيب هو كان بيقول لك سهران كمان مش اشتغل، هاز دي ما تنفعش تفكر فيها اصلا في قلب الماضي اللي انت شايفه ده، كيم ولاست نايت، فخلي عندك يعني شعور لغوي واستبعد كلمه هاز دي خالص. طيب وود ستاي اب دي مع المستقبل اساسا، فانت هتتكلم على ستيد اب وهاد ستيد اب، بدايه الاثنين صح، بس انت بما انك مديك الاثنين فهتختار الحدث الاولاني ماضي تام. طب ما كانش مديني ماضي تام كنا خدنا ماضي بسيط عادي وتنفع مكانها وتبقى اخر جمال. طب رقم 11 by the end of this year، بنهاية هذا العام، 3 new bridges، 3 كباري جديدة سوف تبنى. سوف تبنى يبقى انت عايز مجهول. are building دي مبني للمعلوم فما فكرش فيها. are going to build لا معلوم برضو، فدي كانت تبقى are going to be built ودي كانت تبقى are being built. طيب will have been building دي مستقبل، مستقبل مستمر اللي هو will have been ing، مستقبل مستمر بما انك مستقبل تام مستمر، سوري، بما انك قلت لي ويل هاف والتصريف الثالث ده مستقبل تام. طب ويل هاف بين واي ان جي يبقى مستقبل تام مستمر. المهم اصبحت الاجابه رقم سي. طب معنى الجمله على بعضها، بقول لك ان بنهايه السنه دي ثلاث كباري ويل هاف بين بيلت ستكون قد اكتملت، ستكون قد بنيت. عايزك تنشن على دي ان باي يفضل، مش يفضل، بتيجي مع التام غالبا بس مش دايما، لازم تترجم. طيب ايه الفرق بين يا مستر الفكرتين اللي هتقولهم لي كده؟ يعني ممكن باي تيجي في جمله مش مستمر؟ اه عادي جدا. طيب ازاي؟ لو الحاجه هتتكرر فاحنا نستخدمها في مستقبل بسيط. بمعنى على سبيل المثال لو اقول لك مثلا باي 20 26 مثلا
cars not on water على سبيل المثال يعني. يا ترى هنقول will have run ولا will run؟ عارف لو انت قلت لي ان will have run فده معناها ان السيارات هتسير بالوقود يعني مثلا مرة واحدة، لكن will run معناها انها تستمر. هو في 2026 عربيتين هيمشوا بالمية والباقي هيمشي بالوقود، ولا كله هيمشي بالمية؟ لا كله هيمشي بالمية وهيستمروا على ذلك، يبقى will run. طيب لكن لما اقول لك by 2026 I not a house، يا ترى هنقول will build ولا will have built؟ الطبيعي يا فندم انك هتبني البيت مرة واحدة، فعشان كده الحدث هيكون قد اكتمل ومش هيكون مستمر، هيكون مرة واحدة وهيكون اكتمل. طيب عشان كده خدنا دي. طيب خد كمان عندك انت لما تقول لي في جملة مثلا باي، ودي بقى ما فيهاش الا احتمال واحد، باي 2010 اي، هتقول لي هاد ليفت على طول مباشرة اللي هي ماضي تام، وتكمل الجملة. ليه؟ لأن باي مع الماضي ماضي تام دايما، كلامها خلصان وموضوعها آخر اختصار. طيب ارجع بقى الجملة بعد كده رقم 12، will you watch the final match with me؟ هتسمع الماتش النهائي معايا. it not at 7، الماتش هيبدأ الساعة 7، يبقى أنت بتديني ميعاد ماتش، ميعاد ثابت، يبقى starts. طيب having not by the secretary the report was signed، أنت بتقول لي بعد أن كتب، بعد ما بعد التقرير كتب ولا كتب؟ لا كتب، فانت عايز مجهول، فانت عارف ان having مع المعلوم بتجيب بعدها past participle، ده لو معلوم. طب لو مجهول فانت هتقول having been والpast participle، وانا عايز مجهول، يبقى having been. طيب اللي رقم بي، احنا بقالنا تقريبا 20 دقيقه في اول صفحه، بس معلش استحمل الصفحه الثانيه. الراجل بيقول لك from 9 to 12، خط الزمن اهو، الساعه 9 10 11 12 1 2 كده، انت بتقول من الساعة 9 لحد الساعة 12، انت كده مستمر في عمل شيء معين. بقولك من 9 ل 12 tomorrow morning، بكرة الصبح انا هكون شغال في حاجة، هكون بذاكر، يبقى will be revising او will be having. طب while not the food smelled beautiful، الجملة دي يا جدعان اقسم بالله غلط شرعا وقانونا وبكل المعايير. باختصار شديد هكتبها لك هنا وبالقلم البارز عشان انا عارفك انت هتفضل تجادل فيها وتقول شفتها معرفش كتاب ايه. الملخص لا يعد مرجعا، جوجل لا يعد مرجعا. يا جدعان علشان نحذف الفاعل ونستخدم ing بعد اي رابط في الدنيا، لازم يا جماعة الفاعلين يكونوا واحد، لازم الفاعلين يكونوا واحد، قاعدة خلصانة كده. طيب الراجل بيقول لك while not tv i slept، حلو. هنا بيقول لك watching TV، وينفع اقول واتشنج. ليه؟ لو انا سالتك مين اللي كان بيسمع تلفزيون؟ انا. مين اللي نام؟ انا. فالفاعل هنا انا والفاعل هنا انا، فده ينفع. طيب جمله ثانيه، while not TV مثلا the door rang، يا ترى هنا هنقول واتشنج؟ ينفع نقول واتشنج هنا؟ اقسم بالله ما ينفع، لازم تقول I was watching. ايه الفكره يا عم الحاج؟ الفكره ان سيادتك هو مين اللي كان بيسمع التلفزيون؟ انا. لكن ايه اللي رن الجرس؟ يبقى الفاعل ده غير الفاعل ده، فلازم تذكر الفاعل الاولاني، ما ينفعش تحذفه. وما تقول لي شفتها في كتاب المعاصر بتاع الشرح يا مستر وتفضل تحلف وتتعب في اعصابك، غلط غلط غلط. فالجمله دي شرعا وقانونا وبكل المعايير غلط. المفروض تبقى ايه بقى؟ المفروض كنا نقول while I، هو بيقول لك while not the food smelled beautiful، ممكن قلنا while being cooked، بينما كان يطبخ بدا الطعام جميلا مثلا يعني، ده الاحتمال اللي انا شايفه ينفع في الجمله دي. طيب بعد كده 16، my brother not in that building for 10 years he works in a bigger one now. سريعا فكره الجمله الجامده ديت، الفكره دي فكرتها تقريبا الجمله دي اتكررت في كل الامتحانات اللي كنا بنحلها قبل كده، مفيش فكره من الافكار دي اعتقد الى الان جديده. بص يا فندم، انت عارف ان كلمه فور بتيجي مع المضارع التام وبتيجي مع الماضي البسيط، تستخدمها ماضي بسيط امتى؟ لو الحدث انتهى. طب تستخدمها مضارع تام امتى؟ لو الحدث مستمر. طب تعرف منين؟ لما اقول لك مثلا علي has worked in Egypt، علي اشتغل في مصر for 3 years، بما انك قلت لي for مع مضارع تام فالراجل ده لسه مستمر في العمل. طب لو انت قلت لي worked in Egypt for 2 years، for مع ماضي بسيط، يبقى الراجل ده ساب الشغلانه وراح في مكان تاني. طب ما تيجي نمسك الجمله دي كده ونشوف بيحكي عن ايه. بقول لك اخويا ايه في هذا المبنى لمده 10 سنوات، هو دلوقتي بيشتغل في مبنى اكبر، بما انه راح مبنى اكبر يبقى الحدث ده انتهى، فسيادتك عايز ماضي بسيط فتاخد وركت.
طيب ادخل بعد كده على سؤال which اللي هو الرايتنج بقى. which statement is correct in the email writing process؟ طيب بقول لك ايه من دول صحيح في عمليه الكتابه، وهنقف مع كلمه statement دي واقفه بس بعد ما احل الرايتنج كله عشان اطلع على السبوره وانت ما تزهقش. بقول لك لما تيجي تكتب في عمليه الكتابه استخدم كابيتال لتر مين في دول صحيحه، لما تيجي تكتب الايميل استخدم كابيتال، الراجل يقرا الايميل ما يعرفش يجمع كلمتين على بعض من كتر الكابيتالايزيشن اللي انت عامله، ولا ايميل ابعت ايميلات لو انت زهقان في الدردش مع مديرك عشان يرفدك، ولا تشيك بيفور سيندنج؟ تشيك بيفور سيندنج. which of the following sentences is complete؟ ايه من دول صح؟ for 300 يوروز بمبلغ 300 يورو، دي مش جمله، هو ايه اللي بمبلغ؟ in the last elections في الانتخابات الاخيره، دي برده مش جمله. no longer has لم يعد يمتلك، مش جمله خالص، لكن لما تقول I have to check out لابد ان اغادر، انت كده اديتني جمله سليمه. طيب الجمله اللي بعدها which of the following برضو ايه من دول صح؟ عند دي انا عايز اقف شويه كده عشان انت تحل معايا السؤال بنفسك لو انت ما كنتش عارفه. الاماكن المشهوره يا جماعه نعملها كابيتال دايما، كابيتال دايما. بص بقى على اللقطه اللي جايه دي، مع ملاحظه انك ما تعملش حروف الجر كابيتال، انت اي كلمه من الاماكن البارزه اعملها كابيتال الا حروف الجر. على سبيل المثال انت بتقول ذا ميوزيوم اوف ارت، لاحظ حضرتك انا عملت ايه؟ عملت الام كابيتال والاو سمول، دي سمول، والاي كابيتال. طب عايز اقول لك مثلا يا عم الحاج برج ايفل مثلا، فبتقول برضه ذا ايه؟ ذا ايفل تاور، لاحظ ان التي كابيتال والاي كابيتال. عايز اقول مثلا في متحف اسمه متحف الرسوم المتحركه في بريطانيا تقريبا، بتروح قايل لي ذا ايه؟ ذا ميوزيوم اوف موفينج ايمجز. لاحظ في اللي انا بقوله ده كله كده ان الام كابيتال قدامك اهي، وان الام دي كابيتال برضو، والاي كابيتال، لكن انتبه وخد بالك الله يكرمك ان دي سمول لان ده حرف جر. طب ما تيجي نشوف الكلام ده ونطبقه عمليا، اصل الكلام النظري ده كلام مهبود. هنا بقول لك ذا هاي دام الاتش سمول والدي سمول، فدي باظت. ذا هاي دام كابيتال 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 وكابيتال تمام، وكمل للاخر كده وورلد العالم وابوستروف اس مظبوطه ونقطه في الاخر، يبقى دي كده اللي صح لرقم بي. طيب رقم سي ذا هاي دام از وان اوف ذا ويرلدز، الراجل هنا عامل حركه زباله شويه، ويرلد اللي هو العالم حلو، وتعمل له ابوستروف اس اللي هو العالم، لكن مفيش حاجه اسمها ويرلدز العوالم، لا دي غلط لانه جمع لك كلمه ويرلد فدي باظت. ذا هاي دام الاتش سمول فبرضه باظت، يبقى انت خدت لي الاجابه رقم بي اللي صح. طيب الامتحان اللي بعد السؤال اللي بعد كده في رقم 20 بيقول لك رايتنج از انتندد تو، الهدف منها انفلوينس اذرز، انك تؤثر على الاخرين فتقنعهم فيغيروا رايهم، يبقى بيرسويسيف اقناعي، شكرا يعني الموضوع خلص. خلصت انا عايز اروح بس سؤال شويه صغيرين كده على الجزئيه دي، لو انت كنت بتحل في امتحانات كتاب ماي فريند في سؤال كان دايما بيجي في كل الامتحانات، انا عايز اديك عليه شويه امثله كده سريعه قبل ما نمشي. ان شاء الله الامتحان ده مش هيكمل 40 دقيقه ان شاء الله، يعني عندي نيه خير يعني. الراجل ممكن يديك جمله، حلو انا هديك جمله مثال يعني واعمله او اعمل الفكره عايز اقولها في صيغه سؤال. لما اقول لك مثلا did you travel to كندا، ربنا يكرمنا واياكم يعني، الجمله دي روح مديها لك كده وروح مديك تحتها اختيار، الجمله دي يا ترى ديكلاراتيف وهفهمك انا يعني ايه كل واحده من دول، ولا هي اكسكلاميشن او اكسكلاماتوري عشان نخلي كل الاختيارات من نفس النوع او نفس العيله، انتروجاتيف، ولا امبيراتيف؟ هترجم لك الكلام ده بالعربي لان المفروض حضرتك انت واحد كشاطر كده يعني تحفظه. الامبيراتيف ده اللي هي جمله الامر تمام، الانتروجاتيف دي اللي هي جمله الاستفهاميه، اكسكلاماتوري اللي هي جمله التعجب او التعجبيه، ديكلاراتيف اللي هي التصريحيه او الاعلانيه. ساعات بيجيب لك بدل ديكلاراتيف دي ستيتمنت، ساعات بيجيبها كده يعني بدل اكسكلاماتوري يقول لك انترجكشن، بيعمل دي ساعات، بدل دي يقول لك كويستشن، وبدل امبيراتيف يقول لك كومنت. فخليك انت اللاعب الخربوش اللي مجهز نفسه بكوتش بديل عشان لو الكوتش اتقطع. بص يا باشا الفكره بتاعت الجمله دي كالتالي، لما انا اقول لك ديد يو ترافل، هو انت هل سافرت الى كندا، يبقى الجمله دي ايه؟ سؤال، يبقى الجمله دي كده انتروجاتيف. لكن لما اقول لواحد مثلا
واو كده، يبقى دي ايه؟ دي استفهامية اللي هي رقم اتنين، رقم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، استفهامية كده رقم اتنين، لو تعجبي رقم اتنين. سوري. طب التالتة مثلا يقول لك ايه؟ I have a car، لدي سيارة. يبقى الجملة دي كده تصريحية اللي هي رقم ايه؟ رقم واحد. طب ده كنت حابب ابينها لك قبل ما ننزل على القطعة ونقرأها مع بعض. القطعة دي جميلة ولطيفة وفوق الخيال ظرفا يعني. طيب أول حاجة بيقول لك نيكس بيرنتس، طبعا الطالب الشاطر بيقرأ الاختيار الأسئلة الأول قبل ما يقرأ، يعني أنت اقرأ الأسئلة قبل ما تقرأ القطعة. نيكس بيرنتس هاد فاينلي جيفن هيم بيرميشن تو جيت أبو بي، بيقول لك أبو نيك وأمه وافقوا الحمد لله إن هم يشتروا له كلب صغير. نيك واز سو اكسايتد أباوت إت، نيك كان فرحان جدا بالموضوع ده. هي كود هاردلي ويت to bring his bobby home، ما كانش مصدق نفسه ان هو هيشتري بوبي ويجيبه البيت، يعني حاجه كده كانه بيشتري عربيه 2023. The family had decided that they would adopt shelter بوبي، العيله قررت انها تتبنى. بالمناسبه كلمه adopt دي ممكن نحط مكانها من منهجنا، يعني كلمه embrace، عارفك بتقول المدرس ده خرفان دلوقتي ولا ايه؟ المهم embrace ديت يتبنى بس بالمره عشان ما ننساش، يعني ان هم يتبنوا شيلتر بوبي، كلب من الكلاب الموجوده في ملاجئ. سو وان ساتردي، في يوم من الايام، يوم السبت، بالمناسبه يوم السبت الايام باخد معاها اون، اليوم لو حط مناخيره في الموضوع لازم تاخد اون. فلو انت قلت لي مثلا 22 ماي هتاخد اون عشان اليوم باخد اون، طب ما هو الشهر باخد ان، لا برضو اليوم هتاخد معاه اون ما دام اليوم موجود. طب 22 ماي 2080 2003 ايا كان سنه بتاخد ان، الشهر ياخد ان، اليوم باخد اون، بس برضه هناخد اون مع ده كله لان اليوم موجود في القصه. المهم في يوم من الايام السبت نيك اند هيز بيرنتس فيزيتد ذا شيلتر وير نيك فولنتيرد، بقول لك ان في يوم من الايام راحوا زاروا الملجا اللي هو ابوه متبرع، اللي هو الواد اسمه نيك ده متبرع فيه او متطوع فيه. وين ذي ارايفد، لما وصلوا نيك تول ذا شيلتر مانجر واي ذي وير ذير، نيك قابل المدير قال له بص انا جايب الجماعه معايا عشان ياخد لي كلب. ذاتس وندرفول، الراجل مدير الملجا قال ده شيء عظيم. وي هاف تو ليترز اوف بوبيز، عندنا ليتر هنا معناها نسل يعني او اتنين صغيرين من الكلاب. ذات ار ويتنج فور جود هومز، مستنيين لما حد يجي ياخدهم يدوهم بيوت كويسه. One is letter of Dalmatians، ده اسم مكان بعد يعني قراءة واستنقاص القصة كده هتكتشف اسم المكان. And the other is letter of Corgis، أنا في القطعة في امتحان ثانوية عامة قابلني الكلمتين دول، أنا عرفت إن في نوعين من الكلاب، نوع اسمه دالما ونوع اسمه كورجس، شكرا مش عايز أكتر من كده. طيب Nick and his parents looked at one another، بابا ومامته بدأ يبصوا على بعضهم، ناخد مين؟ ناخد ده ولا ده؟ for a moment لمدة دقيقة، وبعدين نيك قال I'm pretty sure we don't have enough room in our home for دلما، يا بابا انت وماما الكلب اللي اسمه دلما ده حجمه كبير فاحنا ما عندناش اساسا مكان ياخد الكلب. حلو. طيب خد بالك بالمناسبة اللطيفة دي، كلمة روم لوحدها كده معناها مساحة او فراغ، لكن كلمة روم معناها غرفة نام فيها، فهو بيتكلم هنا على مساحة او فراغ مش على غرفة، ما عندناش مساحة نحط فيها الكلب الدلمة ده لانه حجم كبير. Could we look at the corgi، ممكن نبص على الكلاب الكورجي. فالاب الام قالت that sounds sensible، والله انك انت دماغك حلوة يا ابني، برافو عليك كلامك حلو. I like corgis، انا اصلا بحب الكورجس. I have heard that they are good family pets، وانا سمعت ان هم كلاب حلوة كده بتعيش مع الناس عادي. The manager escorted، الكلمة دي يا مستر اول مرة اشوفها في حياتي، تعال نخمنها. المانجر اسكورتد نيك اند هيز بيرنتس تو ذا روم، المدير ايه الواد وام وابوه الى الغرفه، اكيد صاحبهم اخذهم، فممكن نقول رافقهم مثلا. تمام، يعني ممكن نقول هنا الكلمه دي بمعنى اكومبين، رافقهم، او توك مثلا اخذهم الغرفه اللي الكلاب عايشه فيها. وزن ا مومنت، بعد دقيقه واحده نيك اكتشف ان كورجي بوبي الوند، اكتشف ان الكلب، اكتشف الكلب يعني اللي هو عايزه. لوك هي بوينتد، بدا يشاور لبابا مامته بصوا يا جدعان ذات از ذا وان اي وونت، هو ده الكلب اللي بحلم بيه، كلب الاحلام. Everyone looked at the bobby Nick had found، بدا يبصوا على الكلب اللي نيك مسكه في ايده. هي was the smallest of them، عايزك تركز في حته كده، الراجل على انه كلب بيقول لك عليه هي، وده عادي موجود في الثقافه الاوروبيه. هي was the smallest of the litter، هو اصغر كلب في الكلاب كلها. But he looked healthy and friendly، لكن هو كان شكله كده صحيح البدن وودود. The manager let Nick and his family cuddle the bobby and play with him، طبعا كلمه cuddle انت ما تعرفهاش يعني ايه، ولا فرق معاك لو انت مش عايز تعرفها يعني عادي، بس مهم ان الراجل ده ساب الاسره انها تلعب مع الكلب وتحتضنه، كلمه cuddle يحتضن. for a few minutes لمده دقائق معدوده، وبعدين نيك قال I am absolutely sure about him، انا متاكد ان هو ده الكلب القياسي يا جدعان، هاتهولي انا عايز اخد الكلب ده. mom and dad agreed، الاب والام وافقوا ان ده كان اختيار جيد. بالمناسبه كلمه choice يعني اختيار، ممكن نحط مكانها كلمه option اللي معناها اختيار برضو. الاب سال
واتس نيك نيم. خد بالك الراجل بعد ما قال لك داد اسكد عمل الابوستروفي هنا، الكما هنا سوري. لو هو في اخر الجمله قال لك اسكد داد ما كناش عملناها. وات از هيز نيم جوينج تو بي؟ هنسمي الكلب ده ايه يا عم نيك؟ فالواد نيك قال هاو اباوت تاكر. كلمه تاكر دي انت مش لازم تعرف معناها برضه لو انت بتحل في امتحان ثانويه عامه يعني، بس معوه المهم معناها تو بيكم ضل. يعني ايه ضل بقى؟ معناها هو يكون حجمه صغير خافت يعني. المهم هنسميه تكر لانه صغير زي التكر، زي كلمه تكر يعني دقيق الحجم. هي لوكس لايك ا تكر دازنت هي؟ الكلب ده شكله كده زي ما يكون هو تكر صغير فعلا حجما واسما ومقاما وكل حاجه. ايه رايكم؟ فالناس موافقين تماما. تكر ات از سيد ذا مانجر. المدير قال هو تكر يا جدعان، خدوه على انه تكر وخلاص. از هي برنتد ذا ادوبشن اللي هو التبني يعني، بيبرز بيطبع لهم المستندات بتاعت التبني. بالمناسبه بيبرز معناها دوكيومنتس برضو اللي معناها المستندات، معناها مستندات. لكن كلمه بيبر لوحدها كده اهو معناها الورق، ما ينفعش نعدها كده، اسم لا يعد. لكن لو انت قلت لي ا شيت اوف بيبر فدي معناها فرخ ورق، ولو انت قلت لي ا بيبر كده معناها جريده معناها مستند. فكلمه بيبرز هنا معناها جرائد ومعناها مستندات، في السياق ده معناها مستندات. مام اند داد الام والاب ساينت ذا بيبر، وقع على الورق ان هم يحافظوا على الكلب ويعملوه معامله كريمه. اند زين ذا مانجر هاندد نيك، وبعدين المدير سلم نيك وابوه وامه أليش اللي هو الحبل اللي هتربط بيه، اباج اوف فود اند ثري دوج تويز، وثلاث دمى كده عشان الكلب ساعات بيوصل لمرحله من التعصب لازم يعض في الحاجات دي. هير ار سم امبورتنت ثينجز يو ويل نيد، اتفضلي يا جدعان الحاجات دي هتحتاجوها. سيد شي سيد هانجينج نيك اليست، واسلمه نيك قائمه. لاحظ ان العلامتين علامه التعجب دي او العلامه دي عشان دي جمله اعتراضيه في اخر الجمله يعني. نيك لوكد ات ذا ليست، نيك بدا يبص في القائمه. دي وود نيد ا كينل، بدا بص بيبص لنا في القائمه. عمي نيك قال لهم يا جدعان الكلب ده محتاج كينل. كينل ده اللي هو البيت اللي هيتربى فيه الكلب، اور كريت او قفص نحطه فيه. تخيل عايزين بيت للكلب، في ناس اصلا مش لاقيه بيت. المهم فود اند ووتر ديشز اطباق وطعام وحاجات كتير كده، ان الوت مور وحاجات اكتر من كده. وي ويل هاف تو جو تو ذا بيت سبلاي ستور، لازم نطلع من هنا دلوقتي ناخد بعضنا كده ابي ونطلع على المحل ببيع الحاجات بتاعت الحيوانات الاليفه. هي تولد هيز بيرنتس، حلو الاب والام اللي بيسمعوا كلام عيالهم دي حاجه مريحه ازاي؟ تعال نشوف بقى. اول سؤال بقول لك the main idea of the passage is، الفكرة الأساسية للقطعة دي إن نيك is moving to a new town، نيك هينتقل لمدينة جديدة، ما قالكش كده. نيك makes friends at the camp، عامل أصدقاء في المعسكر، برضه ما قالش كده. نيك will get a bit، إن نيك هيشتري كلب، أنا شكيت في دي. بص أنا بقول لك أنا شكيت في دي بس ما اخترتهاش إلا لما أكمل، وبلاش فزلكة، اقرأ الأربع أسئلة يا حبيبي. Two bobbies don't get along، إن كلبين ما ينفعش إن هم يمشوا مع بعض، ما قالش كده الراجل خالص. يبقى الإجابة أصبحت إن بيت إن نيك بيشتري كلب، وقرفنا من أولها بيوصف لك في الكلب. الجملة الثانية بقول لك why does Nick choose كورجي؟ ليه نيك اختار الكورجي تحديدا؟ أول واحدة بقول لك إن الدلمة ولا الدلمة ده are too big for the house، إن حجمهم كبير. هو قال كده فعلا في القطعة إن احنا نختار الكورجي لأنه حجمهم صغير وإن هم ينفعوا يعيشوا في البيوت. هي إز أفريد خايف منهم، ما قالش إنه خايف منهم خالص لأن دي كلها كلاب أليفة. هو بيحب الكورجي بيتر ذان، هو بيحب الكورجي أكتر من الدلمة، ما قاليش إنه بيحب ده عن ده. هو بيوصف قال لك إن حجمه أصغر. حتى بعدها سماها تكر. His parents doesn't، ابو امه ما بيحبوش الدلمه. ما حدش قال لك موضوع الحب، يبقى المفروض نختار الاجابه رقم ايه؟ ان هم حجمهم too big for the house، اكبر من اللازم، ما ينفعش تحطه في البيت. بعد ما قرانا القطعه ممكن نشوف ان نيك ده ولد واد ايه؟ persuasive يعني واد مقنع، مقنع يعرف يقنع الاخرين. tolerant معناها متسامح، نوتي اللي معناها شقي او مشاغب، ولا stupid يعني عيل غبي. طيب الفكره هنا بقى في الموضوع ان الواد ده بيرسويسيف. طب ليه؟ لانه اقنع ابو امه ان هم يروحوا الحيوانات المحل يشتروا حيوانات، واقنعهم ان هم يروحوا المحل يشتروا حاجات للكلب. واي وود نيك سجست جوينج تو ذا بيت سبلاي ستور نيكست، هو ليه اقترح ان هم يروحوا المحل بتاع الاشياء؟ العائله دازنت نو وير ذا بيت سبلاي ستور از، هو اقترح ان هم يروحوا المحل لان الاسره مش عارفه فين. لا مش كده خالص، الاسره didnt find ابوبي، ان هم ما لقوش كلب. يا عم ده لقيت اتنين واختاروا منهم واحد. The family will need to buy things for Tucker، الأسرة عايزة تشتري حاجات لتكر. ما هو تكر ده الاسم الجديد، خد بالك. The shelter manager works at، إن الراجل مدير الملجأ بيشتغل في محل. لا مدير الملجأ بيشتغل في محل، كلام مش راكب على بعض. يبقى الإجابة كده رقم سي اللي صح. طيب الجملة اللي بعدها How does the shelter manager probably feel about Nick adopting Tucker، شعور الراجل مدير الملجأ ده كان إيه؟ ورد قلق، جلس غيور، فيوريوس يعني very angry. فيوريوس دي معناها very angry، خد بالك انا قلت لك very مع angry لان angry صفة عادية، لكن مع فيوريوس هنقول absolutely. المهم الراجل كان سعيد وفرحان اخر سعادة.
بعد كده بيقول لك what do you think Nick will do when he gets home؟ تتوقع ان نيك هيعمل ايه لما يروح البيت ان شاء الله؟ اول حاجه he will play with Tucker، هيلعب مع تكر، اتوقع دي فعلا، سيبها للاخر. he will do his homework، هيعمل واجبه، ما قالكش سيره الواجب في القطعه، ثاني واحد لسه شاري كلب يعني هيروح يعمل واجب ويسيبه. he will go on a bike ride، ما جابش سيرتها. he will watch TV، يبقى الاجابه كده رقم ايه. تتوقع انه يعمل ايه؟ بالمنطق يا عم الحاج، بسالك تتوقع بالمنطق انه هياخد الكلب يروح يلعب معاه شويه. السؤال بعد كده what can readers learn from Nick and his family، القراء يتعلموا ايه من نيك واسرته؟ ان البيت should be as large as possible، انك تشتري كلب اكبر ما يكون، لا اشتري كلب مناسب لحجم البيت. البابيز اونلي نيد فود اند ووتر، ان هم محتاجين بس طعام وميه، لا ده قال لك محتاج ميه وطعام وبيت وكده. ذير ار ميني ثينجز تو كونسيدر وين شوزينج ا بوبي، ان في حاجات لازم تفكر فيها وتحطها في اعتبارك لما تيجي تشتري كلب. هي دي فعلا ازاي؟ ما قال لك الكلب ده حجمه كبير مش هينفع، والكلب ده حجمه صغير فهينفع. الاخيره ان البيرنتس شود بيك ذا فاميلي بيت، ان الاسر لازم تاخد الكلب بتاع الاسره، ما قالكش كده خالص. which text would have a similar theme، خد بالك كلمه theme معناها فكره، يعني ايه القطعه من دول اللي بتتناول نفس الفكره. A non-fictional review of video game، video games العاب فيديو، يعني الجمله دي معناها مراجعه غير واقعيه لفيديو جيم. A poem about cats، قصيده عن القطط، النص ده مش قصيده اصلا حضرتك. طيب advertisement a non-fictional story about a child choosing a new bike at a toy store، قصه اللي زيها بالظبط هي دي القصه اللي احنا خدناها عن ولد بيختار كلب في مكان بيبيع كلاب او في ملجأ كلاب. القصة اللي زيها بالظبط قصة برضو بتحكي عن ولد بيختار لعبة من محل ألعاب، نفس الفكرة برضو. طيب كده خلصنا أول قطعة، تعال ندخل بقى القطعة التانية ونخلصها وندخل على الترجمة، وبقى احنا خلصنا الامتحان وعدينا ال 40 دقيقة للأسف، معلش فداك. Parents are often upset when their children، القطعة دي احنا حلناها قبل كده مرة السنة اللي فاتت مكررة، يعني الآباء بيكونوا زعلانين لما أطفالهم praise يعني يثنوا على the homes of their friends، منازل أصدقائهم، and they regard it as a disadvantage of their own cooking، وبيعتبروا ان ده ان عيالهم بينتقدوا طبخهم وتنظيفهم وفرنيتشر. خد بالك الكوكينج والكليننج والفرنيتشر، ثلاث حاجات دول. ان اوفن ار فولش انف تو ليت تينيجرز سي زي ار انويد، ممكن الاب ما يكونش ذكي فيسمح لابنه انه يلاحظ ان الاب منزعج ومزعلان ان انت بتشكر في بيت زميلك وبيت نزريبه، يعني زي مي ايفن اكيوز اوف ديجنيتي اند ديسنت، هما كمان ممكن يتهموا العيال، لا اوف ديس لويالتي، ممكن يتهموا العيال بعدم الولاء، يقولوا انت ما عندكش اصل اساسا، اور ميك سام سبيتفول ريمارك، وممكن يعمل بعض الملاحظات الحقوده على جيرانهم على اصدقاء الولد. ساتش از لوس، ساتش ا لوس، ساتش ا اسم زي ما انت واخد بالك اوف ديجنيتي، وده بيؤدي او الى خساره او فقدان الديجنيتي الكرامه او الاصل. انتو تشايلدش بيهافيور، الطفل بيتعلم ان هو عايز يكون عيل ما عندوش اصل وعيل ما عندوش كرامه، وبدأ يبدأ كمان يحسد جيرانه، وده بيصدم الادرسنس المراهقين، and makes them resolve that in the future، وخلي الواد يعتقد ان في المستقبل عمري ما هقول لوالدي ولا والدتي عن اللي هيحصل او الحاجات اللي في ذهني. before very long، قبل فترة طويلة، the parents will be complaining that the child is secretive، قبل ما يعدي فترة طويلة من موقف الزبالة ان هم انتقدوا الواد عشان بيشكر في بيوت جيرانهم واصدقائه، الواد هيعتمد هيضطر ان هو يكون سري او كتوم، فالاب والام هيبداوا يشتكوا ان هو كتوم and never tells them anything، وما بيقولهمش على حاجه خالص. but they seldom realize، ولكنهم seldom نادرا يعني زي rarely، قل ما يدركون and they have brought this on themselves، ربما لا يدركون ان هم اللي سببوا كده لنفسهم. this illusion meant اللي هي الخيبة ديت يعني with the parents however good and adequate they may be both as parents as and as individual، الأب والأم بيحسوا بخيبة أمل كبيرة كوالدين للولد وكأفراد في المجتمع، يعني عندهم خيبة أمل إن ابنهم كتوم، is to some degree inevitable، بتكون حتمية، حتما هيشعر بخيبة الأمل. most children have such a high idea of their parents، في عيال عندهم الفكر دي بشكل غبي في أبائهم، unless the parents themselves have been unsatisfactory، إلا إذا كان الأب أصلا غير راضي، that it can hardly hope to stand up to realistic evaluation، لازم الأب يكون عنده تقييم واقعي للموقف، يكون كده يعرف يتكلم مع الواد بشكل محترم ويقنعه إن إحنا زيهم يا ابني. parents would be greatly surprised and deeply touched if they realized how much belief their children usually have in their character، لازم الاب والام يدركوا ان عيالهم عندهم ايمان كامل بشخصيات الاب والام وان هم بيحاولوا يقلدوهم، and infallibility and how much this faith means to a child،
بيقول لك ان الواد اصلا بيتربى في عصمه ابوه، فبيتعلم العصمه من ابوه الزهد وكده يعني. فلازم الاب يكون عنده الايمان ده، ولابد ان الاب يدرك ان الاعتقاد ده ذات قيمه عند الطفل، اعتقاد الطفل في ابوه. If parents were prepared، لو الاب مجهز for this adolescent reaction، اذا كان الاب اصلا عنده استعداد لهذا السلوك الطفولي من ابنه او المراهق، او ادرك ان this was a sign that the child was growing up، لازم الاب يدرك ان الواد لما شاف بيت جيرانه جه حكى عنه في البيت، الواد اصبح كده عنده نمو grow up and developing، وبيتطور. خد بالك ده عليها سؤال ورا valuable powers، وبيتطور عنده قيم وقدرات ذات قيمه يعني of observation، من ملاحظه independent judgment، واصبح عنده قدره انه يعمل احكام مستقله. they wouldn't be so heart، لازم الاب ما يكونش جارح لابنه. and therefore wouldn't drive the child، والمفروض ما يؤديش بالطفل into opposition، الى الاعتراض by resenting and resisting، عن طريق ان هو يصر على ان الواد ده وحش وسيء وكده. and resenting، والاستياء اللي الاب يظهر بيه لما الواد يحكي له مواقف زي دي. اول سؤال بيقول لك which things that children sometimes talk about and annoy their parents according to that، ايه الحاجات اللي العيال بيتكلموا عنها فبتزعل ابوهم وامهم. their friends study، مذاكرتهم، يا ريته يحكي عيالتك تيجي تقول لابوك زميلي بيذاكر اكتر مني، ده ابوك هيطير من الفرح. their friends furniture، اه بس cars لا، يبقى دي كده باظت. هو في القطعه قال فعلا furniture، لو انت فاكر معايا كده بص هو قال لك هنا ايه، كانت فين السؤال ده، كان فين، كان فين في الصفحه اللي قبلها، قال لك cooking و cleaning و furniture. تمام، هنا في السؤال بقى بيقول لك ايه، furniture فعلا بس cars لا. طيب their friends cooking and cleaning، اه طيب their friends clothes و mobiles، لا يبقى رقم C اللي صح، cooking و cleaning زي ما هو قال لك في القطعه اللي ورا. طيب رقم 30 بيقول لك children may be disappointed، ممكن الطفل يصاب بالاحباط because of their parents A behavior، بسبب سلوك ابوهم الايه، الوايز الحكيم ولا السلي السخيف ولا responsible المسؤول ولا meaningful اللي هو ذات معنى. بالمناسبه meaningful عكسها meaningless، اللي حاجه كده زي nonsense بلا معنى. As a result of their parents situation، نتيجة لسلوك أبوهم وموقفه الزبالة معاهم. الأطفال determined not to tell their parents anything، بيقرروا إن هم ما يخبروش أبائهم بأي حاجة، فعلا قال كده في القطعة. ولا decide to tell، بيقرروا إن هم يقولوا لأبائهم على كل شيء، ما هو لو ما يقول لأبوه أبوه بيتغاب عليه. would like to keep their secrets with their mothers، يقولوا للأمهات بس، هو قال في القطعة إنه مش هيقول لهم هم الاثنين. not to make friends، إن هم ما يصاحبوش الأم بس يصاحبوا الأب، ما قالش كده، ما هم الاثنين بيتغابوا مع بعض. طيب بيقول لك to avoid، كده تتجنب this clash، clash هنا معناها صراع، بالمناسبة clash صراع زي struggle اللي معناها يكافح أو يصارع أو صراع، زي كلمة fight اللي معناها يكافح أو يصارع أو صراع. بالمناسبة أنت ممكن تستخدم كلمة struggle معناها يكافح لأجل كسب عيشه، ممكن حط مكانها كلمة toil اللي معناها يكدح، يكدح يعني يشتغل باجتهاد وكده، حد عنده ضمير ولسه مش موجود لمن دول. عشان تتجنب الكلاش parents should realize that their children، عشان تتجنب هذا الصراع لازم الاب يدرك ان ابنه بيتطور زي ما هو قال في القطعه. are imitating، imitate يعني يقلد، ان عيالهم بيقلدوا اباء اصدقائهم. ولا have the right to destroy their family، ان هم عندهم الحق يدمروا عيشه اهليهم. ولا عندهم القدره ان هم يتجاهلوا ابائهم بحريه. ولا الاخيره اكيد من غير ما نقراها are growing up and this is independent judgment، بداوا يكبروا وبداوا يعملوا قرارات مستقله. الجملة اللي بعد كده the topic for this passage، العنوان المناسب للقطعة دي ان parents are always good role model، ان الاباء دايما نموذج جيد لابنائهم، لا ما ممكن يكون نموذج سيء زي ما في القطعة، الاب يزعل فالواد يعمل زيه. children should be secretive، الاطفال لازم يكونوا كتومين، ما قالكش كده، قالك العيال بتبقى كتومة ودي حاجة بتزعل الاباء. parents mistakes may destroy their children، هي دي ان اخطاء الاباء ربما تدمر العلاقة بينهم وبين ابنائهم. اخر واحدة children should depend on their parents in their life، الاطفال لازم يعتمدوا على ابائهم في الحياة، ما قالش كده في القطعة خالص. parents should prepare for their children's adolescence by، الاطفال الاباء لازم يجهزوا انفسهم لطفولة او مراهقة ابنائهم عن طريق avoiding، تجنب hurting and، لا الجملة دي مش شاكبة على بعضها، المفروض ان احنا نقول ان احنا نشيل العلامة دي من هنا خالص كده. avoiding hurting اللي هو تجنب الايذاء، avoiding hurt تجنب الجرح للاطفال، وتجنب القلق او اقلاق اطفالهم يعني. treating their children in a right way، تعامل اطفالهم بشكل محترم، ويعرفوا ان الاطفال بيتطوروا، يبقى كده كلهم صح، A B and C، يبقى كده دي صح ودي صح ودي صح، الثلاثه صح، بس القلم الابيض طبعا مش هيكتب دي صح صح صح. باقي معانا صفحه واحده بس اللي فيها الترجمه وسؤالين كمان، تعال نروح عليها. لك ان adolescence في مرحله المراهقه stage يعني مرحله children's
كاركتر از شخصيات الاطفال اللي بيحصل لها ايه، بتتطور ديفلوبينج. كومبلين يشتكي او يشكو، امبروف يتحسن، ايفالويت يتحسن دي معناها انها بتكون سيئه وبعدين تحلو، لا ده هو السلوك بيتطور بينمو. ايفالويت يعني يقيم. ما تنساش ان كومبلين، كومبلين يعني يشكو، ده فيرب. في كومبلينت بالتي دي ناون معناها شكوى. ولو انت قلت لي ميك كومبلينت غلط، قول لي ميك ا كومبلينت، زي ميك ا بروميس، زي ميك ا سجستشن، لازم الادي محشوره في النص. ايه من دول؟ سامراي ذس ذا فيرست باراجراف، ايه اللي بيلخص الباراجراف الاولاني؟ طبعا افتح الباراجراف قدامك عشان لو انا رحت ادور على الصفحه طبعا مش هعرف ارجع هنا تاني، فافتح الصفحه قدامك كده وانا هفتح الكتاب. هو في اول باراجراف بيقول لك ان الاباء اوفن ابسيت، بيزعلوا لما عيالهم يقولوا لهم ان بيوت اصدقائهم افضل من بيوتهم، وبدا الاب يعمل سلوكيات بتبين للطفل ان هو اب حقود، وبعدين الابن بيتعلم من ابوه. تعال نشوف بقى. بيرنتس اولويز الاولويز لايت، الاباء دائما على صواب، الاب دائما صح؟ لا طبعا. تشيلدرن شود ديل فريلي، الطفل لازم يتعامل بحريه. ولا فريندز بيرنتس ار جود موديل تو فولو، ان اصدقاء الاباء الاصدقاء نموذج يحتذى به. ولا اباد ميستيك بيرنتس مي ميك، خطا يسيم ربما يرتكبه الاباء. هو ده، ان الاب بيعمل سبيتفول ما اعرفش ايه، والقصه اللي كنا قلناها دي. تعال نشوف بقى. بيقول لك انكريزنج اور اندستريال برودكشن، زياده انتاجنا الصناعي. كوانتيتيفلي اند كواليتيفلي، يعني معناها كميا، كما وقدرا، كما وكيفا. هاز بيكم ا نيسيسيتي، اصبح ضروره. خد بالك ا نيسيسيتي، وممكن نقول هاز بيكم نيسيسيري من غير ا. تو بي ايبل تو كومبيت، لكي نكون قادرين على المنافسه هذه الايام. اول واحده زياده انتاجنا الصناعي كميا وكيفا، اصبحت ضروره للتمكن من المنافسه في الوقت الراهن. الجمله دي هي اللي صح، بس احنا عايزين نمسك الثانيه برضو نعرف هي ليه غلط يا جدعان برضو. يعني لقد كانت زمان، يعني لا ده ما هو في الجمله ما قالكش كده اصلا، بيقول لك هاز بيكم يعني اصبحت، مش لقد كانت. فلقد كانت دي من اولها باظت. المقدره على زياده المنتجات الصناعيه تقنيا ما جابلكش تكنيكالي، فدي كده شكرا باظت. الثانيه اصبحت القدره على زياده المنتجات الصناعيه كميا وتقنيا برضو باظت. طيب مطلبا اساسيا تكون قادرا على التواجد، ما قالكش تواجد، هو قال لك هنا كومبيت المنافسه مش التواجد. لطالما كانت برضو كانت ماضي، القدره على ذات الانتاج بشكل كيفي وعادي، احنا هنقول كيفيا اللي هي كيفيا يعني، وعاديا اللي هي كميا، فهنقبلها هنا. بس لو كملت في الاخر قال لك لقيت تكون قادرا على الاكتمال، فكده باظت. الجمله اللي بعدها people distinguished by forgiveness، الناس اللي عندهم forgive يسامح، forgiveness اللي هو التسامح او العفو. often have peace of mind، عندهم سلامه ذهنيه او سلامه عقليه او السلام العقلي يعني. when they are disappointed or angry، عندما يكونوا محبطين او غاضبين. تعال نمسك واحده بواحده كده ونشوف. اول واحده، الناس الذين يوصفون بالعفو غالبا ما يمتلكون سلام عاقل. السلام هو العقل ولا هم؟ طبعا دي غلط. ثانيا قال لك التوتر، وفي الجمله ما قالكش توتر خالص، قال لك عندما تكون disappointed يعني محبط او angry غاضب، ما جابش سيره التوتر. المتميزون بالنسيان، ما قالكش النسيان، في الجمله ما قالكش النسيان. وفي الاخر كمان في كلمه ثانيه، عندما يكونوا مصابين بالاحباط او الغضب، ما قالكش مصاب بالاحباط، قالك عندما يكونوا على طول. طيب اللي بعدها، اصل ممكن اقول مصاب بالاحباط، او ما هو الاحباط ده اصابه فعلا. لا صح، دي يبقى نشيل موضوع المصابين دي، تنفع احذفها من هنا عشان مصاب بالاحباط، لان الاحباط مرض نفسي. انزل اللي بعدها، الناس المتميزون بالعفو غالبا ما يتمتعون بالسلام العقلي عندما يكونوا مصابين بالاحباط او الغضب، اللي هي رقم جيم دي كده مظبوطه. القادرون على النسيان عادة ما قد يمتلكون سلام ذهني في حالة توتر، برضو توتر، يبقى كده الإجابة هنا رقم الصح رقم ج اللي هي دي. باقي معانا جملتين في الامتحان. يجب أن نفتخر بكل عالم مصري سواء في الداخل أو الخارج، وأن نقدمهم كقدوة لشبابنا. أول واحدة بقول لك we must have been proud. must have been دي معناها أكيد كان، دي معناها أكيد كنا، يعني ده معناها ان احنا اكيد كنا فخورين. هو في الجمله ما قالكش كده، يجب ان. طب وشو تيك براود؟ اسمها تيك برايد، كنا بنحكي فيها في اول الفيديو، تيك برايد ان مش اوف كمان. طيب اللي بعدها، وشو تيك برايد ان، يجب ان نفتخر ايجيبشن ساينتست ايذر ان ايجيبت اور ابرود ان انتروديوس ذم، ونقدمهم كنماذج يحتذى بها. رقم سي مظبوطه. طب رقم دي برضو خطا، ليه؟ وي او تو بي براود اوف ايتش ايجيبشن ساينتست. طبعا ايتش وايفري حلوين الاثنين، وان كان ايفري افضل. اندور اور اوت دور ايجيبت، طبعا اندور او اوت دور دي صفه عايزه بعدها اسم، فطبعا دي شكرا. ازر مودر اوريانج بيبول، يبقى الاجابه كده رقم سي تمام.
طيب اخر جمله في الامتحان بيقول لك ان الهجره دي اللي هي الشرعيه هي حق لكل مواطن، ولكن الهجره غير الشرعيه تعرضهم لكثير من المخاطر. اولا كده انا عيني وقعت على كلمه لوجيكال اللي معناها منطقي، فبوظت رقم بي. legal immigration is every citizen's right. citizen مواطن مفرد، ركز على دايما الحتت اللي زي دي وابصر في اس. but the illegal one puts them in many dangers، تضعهم في مخاطر كثيره. الجمله دي كده من اولها انا شاك انها صح في رقم ايه، بس هنكمل الباقي. الجمله الثانيه بقى بيقول لك طبعا لوجيكال دي خلاص بوظت الجمله، ما تكملهاش قراءه اساسا. it's every citizen's right، انه من حق كل مواطن. immigrate لا to the master. it's your right to وبعدين الفعل في المصدر. but the abnormal immigration، abnormal هو مالكش abnormal، ده هو غير الشرعيه اللي هي illegal، وهنا كان illogical كمان. it's every individual's choice، اختيار مالكش اختيار، قال لك حقه. to immigrate locally، locally محليا، مالكش سيره محليه في الجمله. but the regional، regional هو المحلي او القاري، مالكش هنا فرض. one expose، طبعا expose يعني يعرض. خلاص كده اخترنا الاجابه رقم ايه، خلص الامتحان. وانت بتحل في الامتحان سيادتك هنا مثلا البابل شيت، لو انت رجعت لاخر سؤال او اول سؤال ايا كان السؤال، انت حضرتك عايز تختار الاجابه الاولى مثلا على سبيل المثال، فسيادتك بتظللها كده بالقلم من جوه الاقواس، وحاول تكون حريص ما يطلعش بره الدايره عشان ما تلخبطش الدنيا، خليك ناصح. طيب انت بوظت دي ما نفعتش معاك، عايز تعمل واحده غيرها، قال لك تعمل هنا كروس، انت اكتشفت ان الاجابه مش ايه، الاجابه دي تعمل كروس وتروح عامل له الثانيه دي كده وتظللها له. حاول على قد ما تقدر انك ما تخليش التظليل يطلع بره، انت كده صح. طب عم الحاج اللي عمل كده نيلت الدنيا ب 60 نيله، ده غلط لان ممكن يتصح الكتروني والجهاز ما يتعرفش على الهبل اللي انت عامله ده، فخليك حريص كده وسايس نفسك عشان ربنا يهديك. طيب اخر حاجه بقى عشان برضو انا قلت اكتر من مره على القصه دي، لو سمحت اعمل لايك للفيديو من فضلك، اعمل لايك للفيديو من فضلك، شير الفيديو مع زمايلك عشان القناه تنتشر كده والفيديوهات تنتشر، اعملها عندك على الواتساب حالا، على الواتساب، على الفيسبوك، اتصرف يعني، حاول تدعمنا كده عشان انا اقتطعت من وقتي 57 دقيقه ما عدتش ملحوظه في الامتحانات. واكد انا لو ما لقيتش حد بيسمع الامتحانات مش هكملها في الفاضي، وهعملها محتوى خاص واكمل في المحتوى الخاص زي ما انا شغال. بالمناسبه لو انت حابب تشترك معانا في المحتوى الخاص اللي احنا حليناه، احنا حلينا المعاصر كامل شرح الترمين، ده موجود كامل، وعملنا المعاصر مراجعه نهائيه كامل، طبعا مراجعه نهائيه في جزئيه لسه بنحل فيها بس هو كده يعتبر كامل يعني. حلينا A1 براكتس الترم الاول كامل موجود 6 وحدات، وخلصنا A1 مراجعه نهائيه ل 12 وحده، وهو في اخره في 20 امتحان برضو شغالين فيهم، احنا تقريبا في الامتحان 13 دلوقتي. فلو انت حابب تشترك في اي محتوى من دول اهلا بك، تواصل معايا 010 20 78 78 39. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.